الانتفاضة الحقيقية بتغيب وبترجي بدالها الانتفاضة المدسوسة من جهات خارجية وداخلية. رح نشهد النقمة السنية بالشوارع السنية والمناطق السنية، وكمان أنصار المستقبل والمدسوسين. فحنشوف ميني انتفاضة أو انتفاضة مصغرة، ولكن ما رح تطول، يعني سريعة السيطرة عليها. وكمان حنشوف أنه في تحريض عليها لمحاصرتها داخلياً وكمان حتى خارجيا. حنشهد دعم من دار الفتوى، وحنشهد دعم عربي كمان للحكومة المقبلة، يعني أول الداعمين حتكون مصر لا لن تسقط، وكمان حيكون في دعم حزبي. نحن أمام عقوبات أمريكية، وسيتم تجميد ومحاسبة عشرات الأسماء إن كان سياسيين أو حتى رجال أعمال أو مدراء بمناصب بالقطاع العام أو حتى أغنياء رجال من أصحاب المال والأعمال قادمين على استقلالية القضاء. اعتداء على الجيش اللبناني وتصادم مع بعض المندسين اللي كنا عم نحكي عنهم، الحراك المندس لخلق أجواء من الفتنة والشغب والفوضى وجر البلد إلى فتنة مذهبية، ولكن الجيش اللبناني سيضرب بيد من حديد. تسهيلات منه لولادة الحكومة والعمل على دعمها، وعقوبات قد تطال عائلته. حشوفه كأنه بنسختين، النسخة الأولى اللي هي رح تكون شرسة وهجوم على العهد وتراشق الاتهامات واعتكاف بالخارج وترك الساحة لأنصاره، ولكن أمام الأعلام وأمام الأعلام وأمام مجالسه أنه هو قد يدعو أنصاره إلى العودة إلى البيت، ولكن باطنيا هيدي الشخصية اللي عم بقول حشوفه فيها أمام شخصيتين. الشخصية الثانية اللي هو رح نشوفه أنه دعوة مبطنة يدعون إلى البيت، وبنفس الوقت تحريض. رح يبقى حليف لإله الحريري، سيبقى حليفا مع وقف التنفيذ. اهتزاز العلاقة أوكي، وقف حيبقى حليف مع وقف التنفيذ، إلا أنه رح يكون في تقاربات ببعض الملفات ما بينه وبين سعد الحريري، وسيلعب على عنصر الوقت. بصير استعادة شعبيته، وحيكون خارج الحكومة أقوى من داخل الحكومة، بنفس الوقت أنه لن يتخلى عن ترشيحه للرئاسة المقبلة، رئاسة الجمهورية. والعهد قادم أقوى، وكمان سيحشر الجميع في زوايا لإنقاذ لبنان، وعون سيكون المنقذ للمسيحيين. ضبط عملية الاستيراد من الخارج لن يتأثر، عنده قنواته المالية وعنده استقلاليته، لن يتأثر بهيدي العقوبات أبدا، ولكن قد يتأثر حلفائه. وكمان مثل ما قلت أنه في مفاوضات أمريكية لصالح حزب الله بالمرحلة القريبة، ولا مهادنة على سلاح المقاومة، وشعار النفط مقابل النفط، وكمان الحدود مقابل الحدود، والضرب مقابل ضرب لن يتخلى عنها. هول كانت ابرز التوقعات لجمانة وهبي، واللي شفناها انه كانت يعني صدقت او انه تحققت، يعني شيء غريب. جمانة، اول شيء بدي اقول لك صباح الخير، اشتقت لك كثير كثير كثير. وانا كمان ساشا اشتقت لك كثير كثير، واشتقت لطلتنا سوا. اي عن جد، يعني قلنا زمان ما طلينا مع بعض، بس صح. ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون وجهك خير على العالم بتوقعات هيك فيها تفاؤل وفيها خير. كنا عم نشوف ابرز توقعاتك اللي صبتيها مزبوط. صحيح، دايما يعني بصيب. يعني مش معقول هلا في شيء هيك بدايته خير من التوقعات خاصه بلبنان جمانة؟ يعني انا بتامل خير بالتوقعات، وبحب دايما انه اعطي توقعات تكون ايجابيه. وبكل الاحوال نحن بنحتاج شويه وقت، وخصوصا انه الوضع الاقتصادي عنا شوي حيكون في ضغوطات، واستمرار الضغوطات الامريكيه على الوضع الاقتصادي، وكمان يعني شو بدي اقول، يعني عم نشوف انه عم تدفع امريكا لانهيار الوضع الاقتصادي بلبنان، وهذا كله لاجبار لبنان الى طاوله المفاوضات وتقديم التنازلات. ولكن اكيد لبنان
رايح على مطارح كتير مهمة وخصوصا باتجاه الشرق، وكمان إذا بدنا نشوف وضع الدولار يلي هلأ عم نعيشه، وضع الدولار واهتزازه وكمان انهيار الليرة اللبنانية بشكل كتير كبير، حنشوف كمان أنه الوضع الاقتصادي شوي مستمر معنا مش قبل 2021 لنلاقي شوية حلول اقتصادية. شوية حلول اقتصادية مش انه تحسن تام، يعني بدنا نفس طويل 100%. الحلول السياسية حنبدأ فيها ولكن مش قبل 3 أشهر أو 4 أشهر حنشوف في حلول سياسية قادمة. ما في أوضاع الأمن بلبنان ممسوك، الوضع الأمني ممسوك، حرب مع إسرائيل ما في، يعني حنشوف ضربات او ما بدي اقول سميها ضربات، خلينا نقول هجمات عسكريه خاطفه، يعني اشياء سريعه ولكن ما في حرب. وكمان انه بشكل عام نحن بمواقع قوي ولكن وعندنا اوراق قوي كثير مهمه، بس بعده لبنان ما برز كل اوراقه لحتى اقل شيء يحمي حاله من الانهيارات الاقتصاديه. صح. يلي نحن قادمين عليها يعني الله يعين هالشعب عن جد قد ايه بعد بدنا نتحمل. رح نبلش بالتوقعات معك يا جمانة، بشو حابه تبلش باول توقع؟ الوضع الاقتصادي مثل ما قلنا الى الربيع 2021 ليبلش يتحرك، مثل ما شايفين نحن قادمين هلا على قرار المحكمة الدولية. قرار المحكمة الدولية ما رح يكون له تداعيات أو تأثيرات على الوضع الأمني بلبنان، لأنه مثل ما قلت الوضع الأمني ممسوك جدا، حيكون هو تأثيره وتداعياته على الوضع الاقتصادي بلبنان، على زيادة ارتفاع الدولار، وكمان حنشوف بعد إلا ارتفاع أكثر ما هو هلا. صح، يعني ارتفاع حتى ببعض السلع المهمة، إن كان المازوت إن كان البنزين إن كان بعض السلع الأساسية اللي نحن بنستوردها من برا. وكمان حنشوف الحكومة اللبنانية شوي بعيدة عن هيدا القرار، يعني عدم مبالاة لهيدا القرار. وكمان حنشوف محاصرة الحكومة من الداخل والخارج، إن كان إجبارا وخصوصا الفترة القادمة حنشوف حصار مش طبيعي عليها لإسقاطها، ولكن الحكومة رح تناضل للبقاء. وكمان ما في تسوية هلأ حالية، التسويات قادمة بتحتاج شوية وقت. حنشوف حروب الإلغاء والتصفيات لبعض القوى السياسية، يعني حنلاقيهم هجوم إعلامي كل قوى سياسية عبر الإعلام عم بتهاجم قوى سياسية تانية، حروب الإلغاء، حروب الحرب المالية على لبنان. وكمان حنشوف تصفية الحسابات بحجة مكافحة الفساد وخصومات سياسية لكل فريق، يعني كل واحد كأنه بده يكسر عظم التاني بالمرحلة القادمة. حنشوف كمان أنه الرئيس عون رح يصب كل تركيزه على استعادة بسيل إلى الحكومة، يعني حيعمل كل جهده لاستعادته إلى الحكومة، وبسيل حيكون فوق الطاولة غير ما تحت الطاولة، كأنه حيكون بنسختين مثل ما قلت بالحلقة السابقة عن الرئيس سعد الحريري. وكمان حنشوف التضييق أمريكي على المصارف اللبنانية بسوريا واللي معرضة كمان للعقوبات، وحتى بعض المصارف عنا هون بلبنان أنه قد تشهد المصارف الصغيرة حتشهد إقفال. حنشوف كمان أنه إقرار قانون الكابيتال كنترول، وكمان حتى عودة إلى الصندوق النقد الدولي، رغم أنه كل المؤشرات اللي حوالينا بتقول ما في دعم من الصندوق الدولي، ولكن حيكون العكس، يعني إيه ما في دعم. صح، ولكن في دعم حيكون بسيط. وكمان حنشوف في ضمانات للمصارف اللبنانية على رساميلا، ومثل ما قلت أنه في إقفال بعض المصارف خصوصا الصغيرة، التضييق على حاكم مصرف لبنان بعد أكثر، وفي تغيير لوجه الحاكم بالمرحلة المقبلة. حنشوف ورشة إصلاحات صغيرة، وكمان طاولة مفاوضات رح تكون لصالح حزب الله بالمرحلة المقبلة وعبر وسيط دولة. وكمان حنشوف أنه حزب الله رح يقدم تنازلات، إن كان تتعلق باليمن أو تتعلق بسوريا، حتعكس بشكل كتير إيجابي على لبنان. وكمان الحلول السياسية قادمة والمساعدات قادمة، مساعدات للجيش اللبناني، مساعدات للعائلات اللبنانية. حنشوف سيناريو شبيه بسيناريو النازحين السوريين
السوريين يلي عندهم المساعدات المالية عم بيتلقوا المساعدات المالية، فنفس السيناريو، ولكن الفرق أنه النازح السوري هو نازح من بلده، بينما اللبناني هو داخل بلده أصبح بنازح وأصبح كمان بحاجة لهذا الدعم. صح، فعلا فعلا. وكمان الرفاهية اللي كنا عايشينها شوي حنلاقيها شوي شوي حنفقدها، وكمان حنشوف 3 أشهر صعبين جدا 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 على لبنان من الناحية الاقتصادية. هلا القادمين 3 أشهر ولا لا القادمين؟ القادمين مش قبل شهر 11، بس في عنا حلول بديلة، ولبنان رايح باتجاه الشرق. في قضايا كمان مثل ما قلنا أنه حزب الله سيكون قوي داخليا وخارجيا وحازم خلال الفترة المقبلة، وكمان يعني أنه سيمنع استهداف إسرائيل للبنان بالمرحلة المقبلة، وحتى استهدافه بسوريا رح يقدر كيف يمنعها وكمان شوي حجمها. تعديل تمديد لليونيفل بدون أي تعديلات، وكمان مثل ما قلنا أنه لبنان والمقاومة مستعدين للحرب، ولكن مش هلأ، في حرب بس مش هلأ، مؤجلة، قد تكون لفترة بعد طويلة. وكمان عم نشوف أنه الحلول مثل ما قلنا ليست قبل الربيع، يعني في عنا حلول مش قبل الربيع. قبل الربيع 2021 صحيح بدأ تبدأ الحلول بحلول سياسية، ومن ثم بعدين منبلش بالحلول الاقتصادية. وكمان مثل ما قلنا تسويات قادمة ومفاوضات بين أمريكا وحزب الله عبر وسيط دولي رح تعكس إيجابيا على لبنان، وكمان حزب الله سيفاوض عن نفسه بالمرحلة المقبلة. يعني بدها مثل ما قلنا بدها نفس طويل بدها طولة بال، بس اللي قلتيه كثير مهم كمان، انه صرنا بوضع للاسف المواطن اليوم صار بحاجه لمساعده هو بقلب ارضه بقلب بلده. طيب شو وضع الثوره جمانة؟ الثورة حنشوف أنه في حراك، استعادة الحراك للشارع، ولكن الثورة بقيادة جديدة بوجوه جديدة حتكون أرتب. يعني رح يصير في ممثلين للثورة؟ نعم، ولكن بوجوه جديدة، وكأنها حتكون منضبطة أكثر، حتكون ممسوكة أكثر، حتكون مرتبة ومنظمة. حنشوف أنه هالمرة الثورة هي تحاكي ثورة الفقراء وانتفاضة الفقراء، حيكون أنه أقرب لمطالبهم وأقرب أنه من الفترة الماضية اللي شدناها، أنه أغاني ورقص وطابور خامس فات فيها وما بعرف شو عنف وكمان دماء بالشارع. لا، حنشوف أنه شوي حتكون أرتب ومنظمة أكثر. وقلتي عن وضع الدولار كمان؟ نعم في ارتفاع، نعم في ارتفاع للدولار، ولكن حنوصل لوقت مثل ما قلت بحلقة راس السنة، حنوصل لوقت انه حنستغني عن الدولار، وكمان مش بس نحن، الدولار رايح لانهيار تام. واكيد انا من الاشخاص اللي بشجع على الذهب، لانه حيكون الذهب هو سوق عالمي، وكمان حيكون هو بدل الدولار بالمرحلة المقبلة، وحنشوف بلدان كتير عم بتبلش تبدل الدولار بالذهب، إن كان عبر شراء السبائك أو حتى يكون عندها مخزون من الذهب، فهذا اللي حيكون بالمرحلة القادمة. وكمان ما نستبعد إذا لقينا أنه في عملة ثالثة، وفعلا كنت حكيت عن عملة ثالثة، قد تكون العملة سابقا قبل عن عملة ثالثة، بس نعم العملة اللي هي الإلكترونية أو المنظومة مالية جديدة حيشهدها العالم. بعد في توقعات جوانا قبل ما نختم معك؟ لا، إذا عندك شي سؤال أنا جاهزة. أوكي، يعني هول هن كانوا التوقعات للمرحلة القادمة، مثل ما قلنا لنبلش هيك تتحلحل الأمور الاقتصادية مش قبل ربيع 2021. يعني تعرفي أنه خلينا نتأمل خير، نحن بنتأمل خير على فكرة، نحن دايما شعب تعود، مع أنه جينا 3 أشهر صعبين مثل 100%، مش بس علينا، حتى على إسرائيل، على سوريا، على العراق، على مصر، على كل الدول، حتى أمريكا يلي هي ناطرة هالثلاث أشهر، يلي رح نشوف أنه الحزب الديمقراطي يلي رح يكون حظوظه أوفر، وحشر ترامب بالزاوية، حشر نتنياهو بالزاوية، حنشوف أنه كيف هالثلاث أشهر مش بس علينا. صح، على الكل بالفعل. يعني جمانة بدي اتشكر حضورك معنا، رح نشوفك اي متى؟ الاسبوع الجاي نضال؟ الاسبوع الجاي
معي بتوقعات وكل يوم بالنسبه للابراج عم بحب كمان الابراج حلوين ما في شقب وبقص ما بحب ما بحب دائما بحب انه فتش على الاشياء اللي تعطي هيك نوع من لانه بيقولوا كلمه بتحنن كلمه بتجنن وبعدين هي الكلمه بتعطي طاقه اذا كانت صح. ايجابيه وببلش اللي عم يسمع برجه ويشتغل عليها صح وهذا الحلو فيك جمانة انه بتعرفي الناس تعبت من كل شيء هيك سلبي مع انه الوضع يعني عن جد سلبي بس دائما انت بتعطي جرعه من التفاؤل والايجابيه وبتعرفي محطه الجديد يعني عائلتك الثانيه ودائما أكيد بنحب وبنتابع كل شيء جديد معك بالنسبة للتوقعات ومبسوطين إن صرت فرد من العائلة بصباح اليوم Thank you. أهلا وسهلا فيك بتنوري دايما جمانة شكرا لك ماشي